أصحاب السماحة والفضيلة والسيادة، الأساتذة المسؤولين، أساتذة الجامعات، العلماء الأفاضل، أيها الحفل الكريم، أهلاً وسهلاً بكم. تتشرف القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة النجف الأشرف بحضوركم الجميل في هذه الأمسية الشعرية تحت عنوان السيدة زينب جبل الصبر وأسوة المقاومة والتحدي، تخليداً لذكرى عقيلة بني هاشم السيدة الحوراء زينب عليها السلام. ونبارك لكم هذه المناسبة السعيدة، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً. نبدأ أمسيتنا الشعرية بقصيدة يلقيها على مسامعنا الأستاذ الدكتور محسن حسن الموسوي القادم من الكاظمية من بغداد، فأهلا وسهلا به. للكبرياء فم بليغ ينطق، ولكل زيف الأدعياء يمزق. للكبرياء فم بليغ ينطق، ولكل زيف الأدعياء يمزق. لا ينحني للظلم في جبروته، بحروفه كل الحقيقة تشرق. قد يستهان به قبيل حديثه، فإذا ابتدى كل المعاني تورق. هي زينب بنت البلاغة والهدى، ولها حديث عبقري شيق. بحديثها فضحت أمية كلها، جعلت عيون الظالمين تحدق. أعطت ليوم الطف كل بريقه، ولكل معنى الصادقين تحقق. رسمت طريق الرب حين تكلمت، وبصوتها روح الهدى يتدفق. بنت الرسالة في يديها منهج، وصراخ فاجعة وقلب يخفق. لو لم تكن ضاعت رسالة نهضة، وتبعثرت قيم وضاع المنطق. بنت الرسالة في يديها منهج، وصراخ فاجعة وقلب يخفق. لو لم تكن ضاعت رسالة نهضة، وتبعثرت قيم وضاع المنطق. كانت لسان الطف في كلماتها، للآن تهدر في الحديث وتخفق. ولأجل هذا حاولوا إخفاءها، لضريحها جاء الزنيم الأحمق. ولأجل هذا حاولوا إخفاءها، لضريحها جاء الزنيم الأحمق. للآن تصرخ في وجوه أمية، ويعاد طف في العراق ويشهق. لكن رجال الكبرياء تحفزوا، وإلى ضريح الكبرياء تدفقوا. بدم فدوها رغم نهضة حاقد، ولكل نذل حول زينب طوقوا. لا لن تعود الغاضرية مقتلا، لا لن تعود الغاضرية مقتلا للصادقين، ولن يعود مزندق. والسلام عليكم. ننتقل الآن إلى الشاعر الأستاذ معن غالب سباح من الديوانية، وهو الناطق باسم اتحاد الأدباء في العراق، فأهلا وسهلا، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. شكرا للقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على كرم الدعوة وشرف الحفل بهذه المناسبة السعيدة، ولكم منا من اتحادنا ومني شخصيا آلاف التهاني. أطرق بكف الفرح على باب السيدة الزهراء وهي تهدي الإنسانية زينبا،
مري يديك على دمي كي يشرف، ودعي بهاءك يرتديني مصحفا. أنت التي في بيت أحمد أبحر، ولدى علي بيت رب منطفى. هي يسكبي طهر الجنان على فمي، أنا شاعر عند القصيدة ألحفا. وترفقي فأنا عبيد ابنيك، ليس يزينني عند الوفاء إلا الوفاء. زهراء يا كهفا يلوذ ببابه شعري، ويا بنتا لزمزم والصفا. ولأنك الطهر العظيم وهبت للدنيا الدليل الفاطمي المنصفا. أن النساء تشرفت تحت الكساء جميعها، كنت المثال الأشرف. شوق إلى الحوراء، أزف الرحال فقد أتتك نياقي، وإلى دمشق تشدني أشواقي. لشريفة الحسب المنيف أبثها فيض الولاء بقلبي الخفاقي. وأروم من حوراء آل محمد نبع الحنان الثر والدفاق. أن تقبليني في جنانك خادما، شرفي ودستوري وفوز سباقي. فأنا العراقي المعذب عمره، عانيت من قتل ومن إملاق. وهواكم قد كان أكبر تهمة، طول الزمان شددتها لنطاقي. إن العراق أخو الحسين، وجسمه جسم الحسين مقطع الأعناق. أنتم الأحسن. إن العراق أخو الحسين، وجسمه جسم الحسين مقطع الأعناق. آمنت أنك والعراق توائم تتألقان على ذرى أوراقي. آمنت أن الصبر ينهل من يد شرفتها ليغور في أعماقي، ويشيد من صبر الحسين جنائنا، ويداك تمتدان كالأعذاق. عيني ودمع الود يملأ جفنها حبا لزينب، والوداد يلاقي. نهر الولاء مدامع إيجادت به، ليفيض شلال الدموع سواقي. وطني ضمير الأرض ناء بجرحه، عن شانئيه ولاذ في أحداقي. ملئي حسين والنفاق يؤزني، آليت ألا يستبد نفاقي. فوضعت زينب نصب عيني كي ترى صبر العراق وكيف كان عراقي. داست على وطني حوافر خيلهم بجنونها، فتألقت أخلاقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل الآن إلى كربلاء، حيث يشرفنا الأستاذ صلاح السيلاوي، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. تلويحة لولادة في السماء، ورأى علي، ورأى علي في السماء تبسما، وكواكبا تجري تبشر أنجما. ورأى علي في السماء تبسما، وكواكبا تجري تبشر أنجما. ورأى ملائكة وقامة نخلة، فتلا من السور العظيمة مريما. واستنزل الأزمان، واستنزل الأزمان فك قيودها، وأشار للأيام أن تتكلما.
وبدا عظيما، فالكرامة أشرقت بدروبها، والموت أعلن مقدما، ومضى لفاطم، ومضى لفاطم. يا جبال فأوبي حزن الطريق من الطفوف إلى السماء، لقد استفاقت في خطاه سعادة وبدت تحاصرها حكايات الظما، لقد استفاقت في خطاه سعادة وبدت تحاصرها حكايات الظما، فرأى وجوه الليل تعصف بالقرى، فرأى وجوه الليل تعصف بالقرى، وعلت مصابيح البلاغة في الدماء، وتوسعت في العصف هيبة خيمة، وتوسعت في العصف هيبة خيمة، صارت لفلسفة التثبت معلما، ليفيض تل في النداء بصيرة، ليفيض تل في النداء بصيرة، ويعاذ بالرمل المضيء من العمى. هو كان يدري أن حكمة كربلاء ستشع في رئة المعارف معجما، يدري بألسنة الجفاف ستلتضي جهلا متى شجر الضمائر أسلما، يدري بألسنة الجفاف ستلتضي جهلا متى شجر الضمائر أسلما، يدري بأن الزارعين خيامهم في آية التطهير صاروا مغنما، إذ أن زينب والرؤوس تحيطها تصف الحقيقة والكتاب الملجما، فترتل البلدان قلب محمد فوق الرماح إلى الحسين إذ انتمى، هي شرفة الأفكار حشد تأمل، ويد تؤشر أين منكم من سما، هي شرفة الأفكار حشد تأمل، ويد تؤشر أين منكم من سما، ركض الدخان على عباءتها دما، لكن صبرا كالفرات بها نما، هي شرفة الأفكار حشد تأمل، ويد تؤشر أين منكم من سما، ركض الدخان على عباءتها دما، لكن صبرا كالفرات بها نما، طافت يداها كالسواقي ترتجي أطفال من جبريل فيهم رنما، أسطورة اللاءات ربة بيتها، غذت فم التاريخ مائدة الحمى، غذت فم التاريخ مائدة الحمى، من مهبط الآيات صاغت نفسها قرآن صبر في الجبال تقدما، زرعت بأذهان العصور تلفتا كيف الحقيقة قد تجف جريحة وتفيض أثواب الغواية
بلسما. كيف السراب يكون عرشا ساطعا والنهر قرب الجود يحذر من رمى؟ كيف السراب يكون عرشا ساطعا والنهر قرب الجود يحذر من رمى؟ والجود ينبع في الضمائر أنفسا للآن ظلت للحقيقة منجما. شكرا جزيلا. يحل علينا من بغداد الشاعر الكبير الأستاذ مضر الألوسي، فليتفضل مشكورا. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. على وجع الوطن المغضب وحرب الأقاليم والمذهب وخوف الجهات من الوافدين عليها بأنياب مستذئب وبعد الدعاء من العائدين إلى الله في حبله الأقرب، أتيت لأستجدي الصبر منك وحيدا بمركبي المتعب، أشيح بوجهي عن عابس الزمان وعن وحشه المرعب وعن غائب في الحضور ظنين وعن بارق خلبي. كأن تفاصيل كل الحروب ألفن عراقا على منكبي، وأن جديب الطريق الطويل دليل على خطوك المعشب. أشد على الظهر ضيق المدى نزيلا بمحرابك الأرحب، أطوف بشمسك سبعا وسبحا يكفر عن زلة الكوكب، وأفرش سجادة المشتكى صحيفة مسترحم مذنب. فأنت ضمير السماء القديم تقدست من واهب أهيب، سلام عليك وأعني الوقوف بقربانك الأطهر الأنجب. وأقسم أن الحسين السلام مسيح وحقك لم يصلب. سلام على ابنة خير الرجال علي، على ابنة بنت النبي، على وقفة منك لم ترهبي، على دمعة منك لم تسكبي، على قولة حرة أخرست طواغيتهم بفم معرب، تخطين في صحف المستحيل مثالا إلى المجد، تخطين في صحف المستحيل مثالا من المجد لم يضربي. وأعلم أنك لغز الكلام عصي على الشعر أن تكتبي، وأنك شمس الشروق المقيم يدثرها غسق المغرب. سلام على طاهرات الخباء يجلن العراء بلا مطلب، على المالئات عيون السماء بكاء إلى الآن لم ينضب، على عطش. سلام على طاهرات الخباء يجلن العراء بلا مطلب، على المالئات عيون السماء بكاء إلى الآن لم ينضب، على عطش راودته المنايا ومن غير صبرك لم يشرب، على وجع سائر في السبايا إلى الشام في هيئة الموكب. وأنت تلمين شعث الصغار بعاطفة منك لم تشعبي، أتيتك أستعمل الذكريات شفيعا وما لي من مأربي، سوى أن أرد بحبل اليقين جماحا من الحب لم يشجبي. تمرد شعرا على الناثرين حصى الصمت في مهمه أجدبي، وبي غصة من قديم الطفوف، وبي صرخة للسيوف، وبي فزعت إليك ولم أهرب، وجئتك من حيث لم أذهب، أبايع سائرة في الطريق
إلى خير أم وخير أبي، فدينكم الحق، فدينكم الحق لا شك في الحق ديني، ومذهبكم مذهبي. تقدست صديقة السائرات وبوركت زينب من زينب. يشرفنا من محافظة بابل الحلة الدكتور الأستاذ وسام حسين العبيدي، فليتفضل مشكورا مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. لي أن أتشرف أن أقف بهذا اليوم السعيد ذكرى ولادة السيدة الصابرة زينب الكبرى سلام الله عليها، وأن أقرأ ما تيسر لي من الشعر. ولعله من تمام سعادة المرء أن توائم هذه المناسبة مع مناسبة أخرى تخصني، وهي ذكرى ولادة زوجتي في هذا اليوم. فهي من تمام السعادة أن نحتفل بذكرى ولادة السيدة زينب وذكرى ولادة زوجتي التي أجدها في مواقفها وفي شجاعتها في إدارتها في وظيفتها تحاكي السيدة زينب الكبرى. إن كانت الزهراء أم أبيها، إن كانت الزهراء أم أبيها، فالبضعة الحوراء أم أخيها. لا أعلم أنني قد تجوزت، أو ولكن يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. إن كانت الزهراء أم أبيها، فالبضعة الحوراء أم أخيها. هي زينب الصبر الجميل سجية نشأت، وتوحيد الإله بفيها جاءت إلى الدنيا، فضوع عطرها نورا تلألأ، والهدى يسقيها. هي من يفوق الوصف فضل مقامها، فخرا على كل النساء وتيها. فلها رسول الله والد أمها، جد تناهى المجد من عاليها. المصطفى المختار نور الله في ملكوته، لا مرسل يدنوها. ولها أب نفس النبي كنفسه، شرفا تعالى المجد، شرفا تعالى شأن من يحكيها. المرتضى الكرار حيدرة الوغى، بفقاره ظلم الدجى يجليها. ولها من الأم انتساب شمائل طهرت، فلا أحد سعى يحويها. ولها أخ بل إخوة يرجى بهم أمل، لآلام الورى يشفيها. المجتبى حسن المعاني، بعده يأتي الحسين لدى الإله وجيها. والضيغم العباس كافل خدرها، عند البلاء من الأذى يكفيها. كل المفاخر تلتقي في شخصها، أعظم بها شأنا تقدس فيها. ناهيك عن دور أتى في كربلا، ناهيك عن دور لها في كربلا، أطفالها ألقا على ماضيها. فقد انبرت تحمي العيال تلمهم، ترعى النساء من العدا تحميها. بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابله بصبر أبيها. وتكافح الأشرار لا تخشاهم، وتكافح الأشرار
لا تخشاهم حتى وإن حنت إلى حاميها يا ساعد الله العقيلة قلبها في موقف للشم لا يبقيها حين ارتمت جسداً على محبوبها تبكيه سراً والأسى يكويها وتغالب الأوجاع حين تجمعت من كل صوب عاصفاً يقفوها ويشد من أزر لها تذكارها لوصية المولى الحسين تعيها لا تخمشي خداً ولا للمعتدي تبدي انكساراً دمعة يرجوها ولها بأرض الشام أروع صولة هدت بمقولها صوى طاغيها حين استشاط بها البيان خطابة سارت على نهج الأمير أبيها فيها تبدى الوهم عن حق أبا كالصبح يمتشق الشعاع نزيها وتوضحت للحاضرين حقائق كان الدعي تعمداً يخفيها فلها من العبد الموالي واجب أن ينحني شكراً به يطريها ويقبل الأعتاب عل شفاعة يحظى بها وعداً لدى باريها من كانت الحوراء شافعة له فهو السعيد بفوزه يرضيها والسلام عليكم. الآن نستقبل الشاعر سماحة الشيخ الدكتور حسنين قفطان من النجف الأشرف، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أتت قومها بالتمر تحمل نخلها ومذ ولدت قالوا ستصعد تلها ستكبر تلك البنت قبل أوانها وينطفئ المصباح كي لا يضلها وما أدركت دور الطفولة ساعة لذا حامت الأطفال في الطف حولها تداعبها كانت أصابع أمها فإن مر فيها خنصر تبدي غلها تقول لها أماه نحيه جانباً فإن تأب نادت جد يا جد قل لها وفي المهد كانت والعباءة جنبها بحيث أبوها ليس يحفظ شكلها ومذ لبستها كبر الخدر قائلاً بعيني رأيت الشمس تلبس ليلها وفي المهد كانت والعباءة جنبها بحيث أبوها ليس يحفظ شكلها ومذ لبستها كبر الخدر قائلاً بعيني رأيت الشمس تلبس ليلها أتت من جنوب الغيم والماء ميت فأحيته لما وزعت فيه طلها على جرف معناها تمشت ضفائر من الضوء وانحلت لتحضن رملها وصرح مفتوناً بها الورد قائلاً بأن خيام الورد لم تؤوي مثلها وحين رآها الحسن حدث نفسه يسائل من هذه ومن أنا قبلها وقامت بأعباء النسيم لأنها شذن يغرم النسرين لو رام نيلها وراح طريق الشام يفخر أنه ستمشي به يوماً فيلمس نعلها على بأسه العباس وراح طريق الشام يفخر أنه ستمشي به يوماً فيلمس نعلها على بأسه العباس
كناه ربه أبا الفضل عن علم ليدرك فضلها فلا والسما لو ألف مريم قورنت بزينب ما كانت لزينب عدلها لقد حملت أطفال 70 ميتا ومريم قال الله تحمل طفلها لقد حملت أطفال 70 ميتا ومريم قال الله تحمل طفلها ومريم روى جوعها ظل نخلة وما اجترأت شمس لتجرح ظلها وزينب كانت نخلة الله كلما يمر فم من جنبها تؤتي أكلها أتانا بها لغزا جمادا وعندما اختلفنا بمعناها محرم حلها وترجمها الغادون فوق سواتر الفداء قرابينا تجدد بذلها فلو لم يروا في زينب الموقف الذي ينفذ عن خد المروءات ذلها لما اختط في العيش الشهيدان منهج المقاوم والفرسان لم ترق خيلها ولم ندري هل سلمان حقا يذود عن أبي ذر لو أبدت من الظلم جهلها مقاومة من زينب مستمدة وبالقائم المهدي توثق حبلها وصاحب فتوى النصر كد كيدك انتقى فضمن فتواه العظيمة قولها شكرا لكم السلام الآن نستمع إلى قصيدة فعلا نخليكم مسك الختام مسك قبل مسك الختام أيضا هو كلهم مسك قصيدة للشاعر الأستاذ السيد قيصر أبو طبيخ فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاث خطوات نحو الحضرة الزينبية على كل حال قيل لي سوف لن تقوى على المدح لكن ربما تقبل النجوى وأكد لي أن السماء التي ترى هي العاشق الأعلى لتلك التي نهوى فأينك والعشق السمائي إنها لأكثر منا بل هي الغاية القصوى هي الأم للنور الحقيقي والذي يضيء لمن أسرى هي الحصن للتقوى هي الزينب الكبرى التي لا كأنها ولا شبه أو قيل أو هكذا يروى هما جانبا حرب وما جانب حرب قوي هو الذي يكون بهذه الحرب في الجانب الأقوى الخطوة الثانية إذا ما زلزلت تلك الجبال وماجت والقتال هو القتال وجيء بصبرها يقتاد جيشا وبين يديه ترتعب الرجال ونصرك زينبي جاء صوت هناك سنلتقي وهنا النزال مؤسسة البلاغة أخبرتنا بأن النحر سر لا يقال فكي تجد الحقيقة كن شهيدا لأرض ليس يدركها الخيال علي عليها مر ظل من علي وتحت ظلاله هزم الظلال خلاصتها وقوف الشمس يوما بقيد النصر فاكتمل الكمال الخطوة الثالثة بهذا الهدي نحو الفجر سارة وتل الزينب
أن الأسود تريد أمرا وحين تريد تأخذه اقتسارا، فضج والسماء لها دوي وحول عقيلة الأنوار دارا، بهيبة صوتها ارتديا ضياء ومن لون الدم ازدادا وقارا، ومذ أظننت يا والنصر آت تفجره مقاومة ونارا، ومنذ الشيب وهي تراه نورا لذلك لا نرى إلا نهارا، فيبنة من أزال الشرك رغما به وبقوله الزمن استدارا، كهيئته سنكتب ألف عشق ونكتب فيه أحرارا أسارا. السلام عليكم. شكرا للأستاذ السيد قيصر أبو طبيخ على قصيدته وعلى مشاركته الكريمة. آخر قصيدة من أمسيتنا الثقافية والشعرية هي باللغة الدارجة، وقد شرفنا من مدينة السماوة الحبيبة الأستاذ الشيخ عادل مهلهل، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك لنا ولكم، وباسمكم نتقدم بالمبارك إلى صاحب العصر والزمان وإلى مراجعنا العظام، سيما مرجعنا الأعلى السيد السيستاني وإمامنا السيد خامنئي وكل المراجع بهذه المناسبة العطرة لذكرها ولذكر صاحبتها. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. احنا بالمهرجانات الشعبيه اول ما نسال اكو شاعر فصيح موجود؟ هسه تقولوا لي ليش؟ اذا ماكو فصيح حتى اصعد بكيف انصب ارفع اجر زين. هساش احتوي صاحب استاذ مهدي، قلت له عم سوى بي ابو زهراء، انا شقره هنا، انا مجرد حضور هنا وكاحه، لازم سامحوني. يلا اطب واسمع، مو انه اصعد اقرا. الله يحفظكم استاذ. مشهد من هذا اليوم، من يوم 5 جماد الاول، محمد قاعد يسبح وعينه تدور، محمد قاعد يسبح وعينه تدور، وعلي قباله بقلق وبفرح يتخطف. محمد قاعد يسبح وعينه تدور، وعلي قباله بقلق وبفرح يتخطف، خايف فاطمة صحتها كلف علي، وعلى البيها قلبه بشوق عاشق رف، كل ساعة وصل الباب ينشد جاي، أبو صبر كبير وهجي يتصرف، كل ساعة وصل الباب ينشد جاي، أبو صبر كبير وهجي يتصرف، إي حقه يعرف هاي الوليدة شلون بالذر وباسمها الرسل تتشرف، إي حقه يعرف هاي الوليدة شلون بالذر وباسمها الرسل تتشرف، لحد ما بشروه ورد لخو فرحان، وتشابقه وطير بحضن طير اصطف، فرحانين حقهم ضمنوا المضمون، انحسم من نجت زينب نصر يوم الطف، فرحانين حقهم ضمنوا المضمون، انحسم من نجت زينب نصر يوم الطف. وهو بالحقيقة لما يدعونا على مناسبة للسيدة زينب، احنا من نسمع باسم السيدة زينب يجي انكسار لا إرادي، فنعرج بكم إلى الطف. بعدما نادى المنادي احرقوا بيوت الظالمين، قالت السيدة خاطبته توج يا خيمة خل اركض وحلها، فشل ما وحدة ما نازل وحلها، توج يا خيمة خل اركض وحلها، فشل
ما وحدة ما نازل وحلها قصصكم خلت شابلكت وحلها يهد لظل اسمها في آيلية. اجت للإمام السجاد قالت له أنا ما أشوف أبوك خيل وتراب. قال ارفعي لي طرف الخيمة. قالت له شو تشوف؟ قالها بخشم عالي يا زينب جال بينا اجا لموته. بخشم عالي يا زينب جال بينا وشمر جوله بغيابه. جال بينا كلام الله كلام الله على وجهه جال بينا. كلام الله على وجهه جال بينا ويحزب ام الكتاب ابن الردي. تقول كل شطة لربه. تحكي عن الحسين تقول كل شطة لربه. بالعطش راح منه وكان ريجه. بالعطش راح بعد بيصوت لكن بالعطش راح. بعد بي صوت لكن بالعطش راح وبقى يوم الخيام الهاشمية. تقل أبو فاضل تقل أجوني فرهد بروحي هزلهم. أجوني فرهد بروحي هزلهم قوموا بيرغك يمي. هزلهم يم الخيم جابوها هزلهم شرايك لسه يريدون بي. بطريق السبي تقول مشينا طيور مصيوبة. الطيور مصيوبة والعياي نحرهن والوجع حطهن والعياي. مشينا طيور مصيوبة والعياي نحرهن والوجع حطهن والعياي. الشمر صياد يتجادح والعجاي يهف صوته بظلام يطيح بيه. وإلى من كان الكفيل بعد الكفيل المخول من الكفيل إلى هؤلاء الشهداء الذين بفضل دمائهم نحن نجلس هنا في رحاب أمير المؤمنين. هي بالحقيقة أنا أعتذر من الشعراء أنا سموها هم سمعوها المشايخ قالوا إن شاء الله هاي نقدر نقول محاضرة مو قصيدة. المرجع نائب المعصوم على هالقاعدة إيماني. المرجع نائب المعصوم على هالقاعدة إيماني وعلى الله الراد علي راد هج الشرع وصاني. حاسب روحي كون عليه بسيفي ومالي ولساني. شي يحب كون أحب وياه اش يبغض كون بغضاني. انقيادي بوجه واحد بيه ما يرهم وجه ثاني. وانشد وردن أهل الشور تفهم قصد تبياني. بيوم ثلاثة واحد بيش حكى السيد السستاني. آلمني الخبر ما قال وهذا الفقد أذاني. إذن وفقا لما أعلاه صادر حكم وجداني. خاين فتوة السيد اليسب قاسم سليماني. خاين فتوة السيد والله بريء من الإسلام. خاين فتوة السيد اليسب قاسم سليماني. ابو مهدي خرسان اللي بوقتك صار عدها لسان وقامت بالشدادة تقارن الكرخان. النفاهة خربتنا الضيج من خلطشان. النفاهة خربتنا الضيج من خلطشان. نريد نحلف الساتر غير الشايب ياهل بي. ومكتف للعباس الساتر غير الشايب محد بي. وتي احبك يا قاسم عني قالوا ذيل. تي احبك يا قاسم عني قالوا ذيل. وطبع راعي الكدايش يذم بهل الخيل. للشامت بدمك والدبارك حيل. كل احنا خلنا نبارك لكل واحد متشمت بقاسم سليماني. بس ليش نبارك له انا قلت للشامت بدمك. خل نبارك حيل نبارك للفرحان بدمك. سجل موقف بإسرائيل. هم أرضوا إسرائيل وإحنا إن شاء الله أرض صاحب العصر والزمان. وهاي رسالة مني للسيد القنصر. طلب هو يقول إن شاعر وكيح الشعبي ها.
إذا تهدون نناوين. خلينا نحكي لكم أساسا قصتها شلون. راس الرواية أبو زهراء، أنا منسمع بشيء اسمه إيران، أتذكر قاسم سليمان السيد الخامنئي لازم أوقف يعني. فتراس الرواية قال إحنا ممثلية القنصلية وعندنا مناسبة، أنا عندي دوام والتزام ثاني. قلت له يا يوم، قال كذا يوم، لغيت الالتزام لازم أجهز روحي لهنا. فبمعرض الحديث يحكي شوي جاي جاب طاري هدية ما هدية، صراحة انزعجت شوي. قلت له وزهراء أنا يعني ما معقولة الأمة اللي أطتنا قاسم سليماني أجيهم بهدية. شكر مني، بس أنا أجت ببالي الهدية شنو، قلت أحكيها وبكت. إذا تهدون نناوين هديتي أنا حددها، وهديتي تسوى عند هواي دوم الهج ورددها، علي يرسوم كلفتها وعليكم يظل موعدها، يم الخامناء هناك قصيدة لزينب انشدها. أنا هاي هديتي. وصلت سيدنا حجول يا حما فهمها مني. إذا تهدون نناوين هديتي أنا حددها، وهديتي تسوى عند هواي دوم الهج ورددها، علي يرسوم كلفتها وعليكم يظل موعدها، يم الخامناء هناك قصيدة لزينب انشدها، أتشكر من تصير أتشكر والما صارت هم ممنون. والسلام عليكم ورحمة الله.